لقد غلبت على الناس مفاهيم معكوسة تجاه شهر رمضان المبارك، فمع أنه شهر الجد والاجتهاد والعبادة، إلا أن فئاما من الناس فهموه شهرا للدعة والكسل، وهو شهر الصوم والإقلال، لكن أقواما فهموه شهر التفنن في الموائد والمآكل. هو شهر الترفع، عن السفاسف والتفرغ للقرآن والصلاة والذكر، غير أن لهازم غافلين لاهين فهموه شهرا للأحاج والمسلسلات والسمر، بما يعارض عظمة الشهر المكانية والزمانية. وقد قال الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وغيره. فلا إله إلا الله، ما أكثر الذين يواقعون الجهل والزور في شهر الخيرات والبركات والرحمات، تاركين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ليكون حظهم من صيامهم الجوع والعطش، ومن قيامهم التعب والسهر.